معلش انا اسفه جدا يا جماعه على التاخير، هو زمانه على وصول. ولا يهمك يا ست الكل، على راحته. ادعوا له يا جماعه ربنا يسوق بالسلامه يا رب. طيب محدش يحب يشرب حاجه تاني؟ لا تمام شربنا خلاص. طب اجيب تشيز كيك، ده انا لسه عاملاها امبارح بالليل. لا والله يا فاطمه كلنا واكلين تشيز كيك مع بعض قبل ما نيجي على طول، ما تشغليش بالك انت. طيب حضرتك ما شربتش حاجه، اجيب لك نسكافيه؟ لا لا شكرا شكرا. لا انا اجيب لك نسكافيه وهجيب التشيز كيك بالمره يا جماعه. والله العظيم كمال عنده حق، رحم نفسه من القعده الذل اللي احنا قاعدينها دي. والله عندك حق، بس الراجل ده ما عندوش دم يا اخي، ده رمة قوي. لما اقولكش كده والله ما نتكلم في المصلحه هيعمل فينا ايه؟ والله العظيم ثلاثة نهاين عليا، أول ما أشوفه أقوم ضربه ولسعه على قفاه حتة قفا. لا 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 بالراحة خالص، هو أساسا قاصد يعمل كده عشان يستفزكم، إحنا بقى نعمل إيه؟ ولا حاجة، عادي خالص. يعني عادي خالص؟ يعني عادي. أهو سلام. أنا آسف جدا يا جماعة على التأخير. أهلا يا إيهاب. أنا كنت فاكر كمان إن أنتوا هتتأخروا. الحمد لله على السلامة يا كابتن مصر. المدرب بتاعي في الجيم هو اللي أخرني. أنا شفت على اللي بيقول لك إن الكورنيش كان واقف. الكورنيش كان واقف آه. لا معلش حصل خير. المهم الحمد لله على سلامتك من الجيم. هاني جوزي. إيهاب ابن عمي. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. طب ايه يا كوتش، مش تقوم كده تتشطف من الجيم عشان نتكلم كلمتين على نظافه؟ انا اتشطفت في الجيم يا كوتش. امال فين بقيه الناس؟ عندهم ظروف، وبعدين ما احنا كلنا واحد، ولا احنا مش عاجبينك ولا ايه؟ اهلا وسهلا، منورين الدنيا. طب ايه؟ ايه؟ الكلام عندكم انتوا، متهيألي بقى مرات عمي حكت لكم على كل التفاصيل. اه فعلا. هي حكت لنا على كل حاجة، وحكت لنا على الظروف اللي اتكتبت فيها الورقة، وحكت لنا كمان إن أبويا ما كانش قاصد يبيع. وقالت لنا إن عمي حسن عارف الموضوع ده. عمكم حسن راجل طيب، وعلى فكرة بيحبكم قوي. مبروك ليوسف على الخطوبة، أنا شفت الصور بتاعته. شفتها فين بقى إن شاء الله؟ دي بنت حلم عنان، يعني الصور نازلة في جميع مجلات المجتمع. فاطمة بتحب تتابع الحاجات دي. هو ده النسب اللي شرف بصحيح. الله يبارك له. مش تخلينا في موضوعنا بقى. ما احنا في موضوعنا اهو. انا عايز افهم منكم بقى، يعني ايه عم الله يرحمه ما كانش قاصد يبيع؟ لا ما انا متهيألي برضو ان عمي حسن حكى لك وقال لك ولا ما قالكش؟ ابويا قال لي ان عم ابراهيم ما سددش الفلوس اللي هو استلفها منه، واللي على اساسه كتب ورقه المبايعه. طيب تبقى محلوله يا ابن الناس. ولاد ابراهيم المندوه موجودين اهمت، وعندهم استعداد يرجعوا لك اللي ابوهم استلفه من ابوك وبحق ربنا. اللي هو بقى ازاي حق ربنا ده؟ بص يا ايهاب، انا حسبتها بسعر جرام الذهب وقتها ودلوقتي. ايوه بس جرام الذهب عالي قوي قوي قوي. لا ما هو احنا حسبناها بالسعر الجديد. وقتها كان الذهب عامل حوالي 10,000، ودلوقتي نفس كميه الذهب دي عامله حوالي 3 مليون. على فكرة يا جماعة، فاطمة بتعمل تشيز كيك هايل مش معقول. لطيفة، اديني طريقتها بليز يا بطة. حاضر. ها قلت ايه يا ايهاب؟ كويسين التلاتة مليون ولا تحب نخليهم أربعة عشان القرابة والعشم؟ على فكرة أنت كده هتخليني أسكت، عشان أنت مستعد إن أنت تزود، وأنا بقى عندي فضول كبير قوي أعرف أنت هتوصل لكام. بص بقى يا دكتور، ما تاخذنيش يعني، طريقتك دي مش ولا بد. واضح كمان إنك سائل محامي وعارف اللي فيها كويس، وعارف ومتأكد إن الورقة اللي معاك ملهاش أي عزا قدام المحكمة. يعني ممكن تبلها وتشرب ميتها. بس إحنا قلنا بقى نيجي ونقعد معاك ونتفاهم بحق القرابة والعشرة اللي أنت مش مستعنيهم من ساعة ما قعدت. يا تجيب معانا من الاخر، يا اما هناخد بعضنا وهنقوم، وساعتها مفيش اي حد هيطلب اي حاجه. يعني افهم من كده السبب اللي خلاكوا تيجوا هنا هو العشم والقرابه وبس.
مفيش حاجة قلقاكوا خالص؟ لا يا إيهاب مش قلقانين، وحتى لو كنا قلقانين احنا عايزين ننجز، مش عايزين نطول في المحاكم. اسمعوا بقى الكلام اللي عندي، انتوا عرضتوا 4 مليون جنيه وده مبلغ معقول قوي، انا كنت ممكن اقبل بيه لو مش متأكد ان الارض دي من حقي او بقى من الناس اللي بترضى بقليلها وبتحبش تغامر، بس حظكم وحش قوي 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 علشان قرعتكم وقعت معايا وانا متأكد ان ده من حقنا، وعندي استعداد اغامر بال4 مليون جنيه عشان اوصل لاخر المشوار واخد كل مليم من حقي. اسمعوا بقى الكلام المظبوط والصح دلوقتي ونعدل الترابيزه. انتوا عرضتوا 4 مليون جنيه، انا بقى بعرض عليكم تاخدوا قيمه العربون كله حلال عليكم، يعني ده اكتر من 4 مليون جنيه. شفتوا بقى انا كريم قد ايه؟ ومقدر ثمن القرابة والعشب والصحوبية أكتر منكم إزاي؟ يعني أنت عايز تسيب لهم العربون وتلهف أنت بقية 300 مليون؟ أنت مين؟ ده هاني جوزي، أنا قلت لك في أول القعدة بس الظاهر إن أنت بقيت تنسى كتير الفترة دي. جوزك، خليك في حالك، أنا كلامي مع أولاد عمي وبس. لا يا حبيبي، ما هو بنت عمك مفاوضه جوزها عشان يجيب لها حقها من اللي عايز يلهفه. امسكي دي. لا 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 يا جماعه، ايه ده؟ 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 يا جماعه يا عم استنى، لا اله الا الله يا عمي، الله انتوا عملتوا ايه؟ صل على النبي، صل على النبي، بس 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 تعالى اقعد هنا، اقعد. ايه ده؟ يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا. سلام عليكم. يلا سلام عليكم. لا يا عم من بلد دي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حيوان، الو يا حاج خالد، ازيك؟ انت كويس؟ بلغ نسايبك ان مشوار المحاكم بدا، ايهاب ابن عمهم رفع عليهم قضيه والجلسه يوم 18، يعني بقى 10 ايام. بس في حاجه عوقه كده في الموضوع، المحامي بتاعه حسام السنهوري، الراجل ده بقى راجل ايه؟ كوريكت قوي، ماشي في السليم دايما، عمره ما خسر قضيه. بيمشي ازاي كده؟ معرفش، ولا عمره وسخ. بص يا شاكر يا دروان، شكلك كده هتنخ من اولها. لو مش قادر تشيل يا معلم قول واحنا نجيب متر تاني يشيل، وخليك انت بقى في جو السمسره وهتوفق لك رزين في الحلال وهترزق. اقسم بالله خالد يا مخلوف، حد غيرك كنت حبسته ومسحت نمرته من عندي ورميت ورقه من الشباك. ده قفل. قفش عليك ولا ايه؟ متشغليش بالك، هبقى اكلمه بعدين. الواد اللي اسمه ايهاب ده شكله كده مش هينخ بسهوله. ده واد رزق الرزاله، يعني ولاد صفيه السته في اخد وعطى معاهم، انما الواد ده واخد الموضوع على صدره قوي، يعني هياخد كل حاجه يطربقها على الكل. انا عارفه العيال الواطيه دي ما تحسش بنفسها وبشخصيتها كده غير لما تجر شكل الناس. خليه بقى يقعد يجر الشكل ويقابل مني بقى، يقابل. الله، انت مالك محموه اكتر من اصحاب الارض كده ليه؟ ما هي حاجه تفرس، يعني واحد بطول واقف قدام 6 اخوات عمال ينازعهم في حقهم، يرضي مين ده وشرع مين؟ ده حقانيه. استاذ خليل بعت لك دول يا حاج. هو فين خليل؟ ما قالكش راح فين؟ هو لسه في البنك بيخلص شويه حاجات، بس قال لي ان حضرتك مستعجل على دول. طب روح روح، يلا روح. حاضر يا ريس. استاذ خليل جاي لك، خلينا في المهم، خلينا في المهم. الحمقه دي بقى عشان الشرع والحق ولا عشان مصلحتك لفقت مع مصلحه العيال؟ الاثنين يا روح خالتك.
خلينا بس نشوف القضية دي هتمشي ازاي وأول جلسة هيحصل فيها ايه، ولو حصل عوق سيب لي بقى أنا الموضوع ده هطربقها على دماغه، لا السنهوري هينفعه ولا اللي هتخمنه. ما تقلقيش هتخلص إن شاء الله من أول جلسة. اهدي بس. ماشي 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 اهدي. مش انتي قلتي ان انتي عايزة 150,000؟ أنا يا ستي اهدي. هات هات. في ايه؟ عايزة الفلوس كلها أنا. هات يا شريكي يا حبيبي. شريكي يا حبيبي. يا أخويا استاذ خليل بعت لك دول هتخبى فيك وفي خليل في يوم واحد. محكمة؟ هي حصلت محكمة؟ هتعدي هتعدي إن شاء الله. ما هو بيت عمي ده ما بيجيناش من وراء غير المشاكل. حاج أمك عامل إيه دلوقتي؟ بتلاقيها يا ولدها مقهورة من اللي أنت بتعملوه ببعض ده. ماما، ما هي ماما السبب في كل اللي بيحصل ده. لو كانت افتكرت كنا سوينا موضوع الورقة قبل ما يعرفوا تمن الأرض الحقيقي. اللي انت بتقوليه ده يا حنين، لا يا بنت عيب كده ما يصحش. ازاي تقولي على أمك كده؟ يعني ايه ماما هي السبب في كل اللي وصلتوا له ده؟ ده كل شيء اسمه نصيب، ومش هيصيبكم غير نصيبكم، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقسم الأرزاق. ونعم بالله يا عمي، لك حق طبعا تقول كده، بس لو انت مكاننا كنت حسيت بالقهر اللي احنا عايشين فيه. طبعا ما انت وماما وعمي خلاص عشتوا حياتكم، لكن احنا بقى كل واحد فينا رتب حياته على الفلوس دي وعلى جثتي، على جثتي ان الفلوس دي تضيع مني. انا الكلام ده مش هياكل معايا. ما هو برضه مش هياكل مع ابن عمك، وهتلاقيه بيقول نفس الكلام وبنفس الطريقه ومقهور زيك ويمكن اكتر على الفلوس. طب ايه الحل بقى؟ يفضلوا الصغيرين ياكلوا ببعض وينهشوا في لحم بعض كده، والكبار يقعدوا يتفرجوا عليهم وهم ساكتين، ولا يكلموهم ويوعوهم ويفهموهم؟ يمكن ربنا يهديكم وتعالوا. ليها حلول كتير قوي قوي يا عمي. المحكمه حل، وفي حلول تانيه. انا مش هسيب حقي يا عمي، مش هسيبه. حول ولا قوه الا بالله. حنان ما تنسيش ميعاد النهارده. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يلا بسرعه على تيتا. ازيك؟ ازيك يا شقية؟ وحشتينا. وانتو خالص خالص. ده انا بعيط، عايزه اشوفكم. زيك؟ ازيك؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. عاملين ايه في الدراسه؟ الحمد لله. يا سلام، جبتي نجمه. ايوه ايوه. اهلا اهلا. معلش يا ام هرخم عليكم شويه، الاولاد خدوا اجازه نص السنه قلنا نيجي نقضيها معاكم. يا سلام، يا ريت ترخموا علينا طول العمر، بس على الله بقى ما تزهقوش وتقول الناموس كخه. طب انا هعمل معاك اتفاق، هنبقى اصحاب اليومين دول. تمام. ونكره يا حبيبتي. خلاص. وانت روح، مش هتمشي من هنا الا وانت واخد ابوك معاك في المحكمه، احسن من ساعه ما عرف ان في جلسه اتحددت وهو كل يوم طالع لي في مطلعه جديد، ينام ويقوم حلمت باخويا ابراهيم في الحلم طالع زعلان مني. ما تلاقيش يما، انا جاي اصلا عشان الموضوع ده. ابويا فين؟ في اوضته جوه، خش له. حاضر. عملت ايه في المدرسة؟ الحمد لله.
ايوه يا منير، معاكي نمرة ايهاب؟ عاوزاه؟ ملكيش دعوة يا منير، هاتيلي النمرة وخلاص. وبقولك ايه، بطلي داقي الفتنة اللي فيكي ده وما تلوقيش لحد ان انا طلبت النمرة. لما تجيبيها كلميني. ده زي الفل يا حاج، ما فيكش اي حاجة. قوم يا حاج. انت بتدلع، ده فيتامين. انت واهم نفسك يا حاج. يوهم نفسه ايه بس؟ دي رجله كانت شد عليه امبارح. لا رجله ولا ايده، انا عارف ايه اللي تعبك يا حاج. على اخر الزمن اجرجر ولاد ابراهيم اخويا على المحكمه. ولاد ابراهيم اخوك اتهجموا عليا ببيتي. تعرف ان يوسف خطب وهيتجوز؟ لا ما اعرفش ومش عاوز اعرف. لا لازم تعرفي، خطب بنت حلم عنان، اكيد سمعت عنه، راجل تقيل زي ده. تفتكري هيدي بنت يوسف ليه؟ اكيد قال ان هو هيبقى مليونير. ما يهمنيش يا ايهاب. بس انا بقى يهمني. يا ساتر، ده انت حقنه، بتبص لي كده ليه؟ فاكر ان انا مش عارف الهريه اللي انت فيها دي سببها ايه؟ كل ده عشان حنان بنت عمك رفضتك لما اتقدمت لها زمان؟ معلش يا حاج، انا هغسل وشي من تراب المشوار وعايزك تفوق كده علشان نقضي يوم جميل مع بعضينا زي زمان. يا هاني احنا لازم نتحرك بسرعه، لازم نشتري شقه في اي حته. ايجار الشقه اللي احنا فيها دي هيخلص كمان شهرين، وفلوس الارض شكلها هتتاخر، وانت عمال تصرف فلوس العربون على المشروع بتاعك. يعني احنا لو ما اشتريناش شقه دلوقتي مش هنعرف نشتري اصلا. وهلاقيك بقى جاي بتقولي معلش يا حبيبتي اصل احنا لازم نرجع نعيش مع ماما، نصيبنا كده. يا حبيب قلبي، اسمه المشروع بتاعنا مش المشروع بتاعك. احنا مش في اسمه ايه دلوقتي يا هاني؟ انت عارف كويس قوي ان انا استحاله هرجع اعيش مع امك واخواتك تاني، كفايه اللي عملوه فيا قوي لحد كده بقى. وبعدين طز في اي مشروع على فكره ما دام مفيش بيت يجمعنا انا وانت لوحدنا. عارف والله يا داليا، عارف كل حاجه بتدور في دماغك، بس الحاجات دي ما بيجيش قفشه حبيبتي. وبعدين المعرض بيصرف كتير والاسعار كل مدى بتزيد. يعني هي الاسعار بتزيد عند المعرض بس، لكن الشقق ما بتزيدش. هاني انا ما بطلبش منك كتير، انا كل اللي انا عايزاه بس شقه اوضه وصاله مش اكتر من كده، مع ان انا مش المفروض اطلب اصلا. قصدك ايه يعني ده؟ ما اقصدش حاجه يا هاني. ماشي يا دنيا، ان شاء الله كل حاجه هتشتغل مع بعضها في نفس الوقت. هو ده اللي انا عايزاه يا هاني. انا عايزاك زي ما انت كده نازل تشتري بضاعه للمعرض تدور على شقه، او حتى خلي اي سمسار يوريك شقق عشان احس بجد ان كل حاجه ماشيه مع بعضها يا هاني. حاضر. مبسوطه؟ دي اهم حاجه. يا جامد انت يا جامد. انا شلت لك حاجتك في الدولاب اللي هنا ده. الميه نازله تلج يا فاطمه. هو السخان مش شغال ولا ايه؟ لا مش شغال. نسيت الشاحن على الكومودينو. بقول لك ايه، مفيش حد عنده تليفونات زي بتاعتنا هنا؟ لا. انت ما بتردش ليه؟ ده الدكتور رفعت اكيد هيسالني على حاله انا كنت بتابعها يعني. طب ما ترد، مش يمكن حاله خطر؟ لا مش عايز ارد. بقول لك يا فاطمه انا هنزل اقعد مع امي. طب بقول لك ايه، لازم تجيب لي شاحن. حاضر. ايوه حنان. ايهاب لو سمحت انا عايزه اشوفك. طب انت ليه ما جيتيش مع اخواتك الاسبوع اللي فات؟ ينفع نتقابل النهارده؟ علشان ايه؟ كل اللي عندي انا قلته خلاص. عاوز اتكلم معاك، ممكن؟ ممكن طبعا،
تحب نتقابل فين؟ فاطمة أنا هنزل مصر، عاوزة حاجة من البيت غير الشاحن؟ أنت هتنزل مصر عشان تجيب الشاحن؟ لا طبعا، الدكتور رفعت بيعمل عملية خطيرة جدا، أنا عملت زيها وهو عاوزني معاه. ده في مستشفى بابا؟ لا في مستشفى الجامعة. طب هو مفيش دكتور غيرك؟ ده احنا لسه واصلين. في يا فاطمة؟ قلت لي رد على التليفون، رديت. الدكتور رفعت بيعمل عملية خطيرة، أعمل إيه؟ أنا هغير هدومي. والله حضرتك امبارح كان عندي ميعاد عشان المكسر الجديد اللي كنت هجيبه للاستوديو، بس للاسف الميعاد اتاجل. انت اللي اجلته ولا هم اللي اجلوه؟ اجلوا خلاص يا بابي، هتفرق في ايه؟ لا حضرتك انا اللي اجلت الميعاد، حسيت اني مش مستعد دلوقتي لاي التزامات ماديه كبيره، وخصوصا اكيد يعني حضرتك عارف مشكله الارض اللي جدت. اكتر حاجه بحبها فيك يا يوسف انك انت بتجيب من الاخر من غير لف ودوران. وانت شايف بقى اللي جاي عامل ازاي بخصوص الارض يعني؟ اكيد. لا والله حضرتك انا ماليش ان انا اشوف، في قاضي هو مسؤول عن القضيه، هو اللي يشوف براحته. ولو القاضي شاف ان الحق مع عمكم مش معاكم هتقدر تكمل؟ تكمل ايه بابي بالظبط؟ مشروع الاستوديو هتقدر تكمل؟ والله في محامي مسؤول عن القضيه وهو مطمنا، وبقول ان شاء الله ان هي تكمل على خير، ما تقلقش حضرتك. طب يا اولاد انا هطلع اريح شويه عشان عندي ميعاد مهم جدا بالليل، عايز اروح فايق. عن اذنك يا يوسف. عرفت بقى انا ليه اصلا ما بقتش احب اجي هنا؟ على فكره بابي بجد عنده ميتنج بالليل ونمشي من امبارح خالص. ده بس اللي خدت بالك منه؟ ما شفتيش طريقه حواره معايا عامله ازاي؟ يوسف اي حاجه بابي يقوله دخلها من هنا وطلعها من الودن التانيه. احنا خلاص مكملين مع بعض مهما كان اللي هيحصل بقى، حتى لو الفلوس دي ما جاتش. في حفله خطوبه اتعملت بابي عزم فيها كل اصحابه، يعني هيكون منظره زي الزفت لو رجع في كلامه. هيكون منظره كأنه كان بيبيعني ليك عشان فلوسك. طيب انت فاهمه معنى كلامك؟ معنى كده ان هو هيجوزني ليكي غصب عنه. طب وماله؟ ماله؟ هو كان غصب عني انا؟ يلا بس يلا. يلا فين يا حبيبتي؟ يلا ننزل، يلا نعمل اي حاجه يا يوسف. لسه مواعيدك مظبوطة؟ ازيك؟ الحمد لله. اتفضل. تحب تشربي ايه؟ قهوة على الريحة. مترو قهوة على الريحة من فضلك. حنان عاوزة تتكلمي معايا في ايه؟ ايه الجديد اللي عندك اللي اخواتك ما قالهوش؟ متهيألي كل حاجة اتقالت لحد ما وصلنا للخناق والضرب. انت واخواتي ما اتكلمتوش في اهم حاجة، الحاجة اللي مخلياك معاند مش عايز تتفاهم معاهم. سيبك بقى من الكلام على الورقة والمبايعة وحقي وحقكم. أنا لو ما كنتش رفضتك زمان كنت ممكن تقعد وتتفاهم وتتكلم. أنا جاي النهاردة عشان أعتذر لك. أنا أسفة. أسفة لو زمان كنت جرحتك. بس ما تخليش حاجة حصلت بين اتنين عيال في الجامعة توصلنا لخناقة من النوع ده. انت ليه رفضتيني زمان؟ هو انت ليه مصر تفتح البيت؟ ولا
ليلى يعني ليلى انت اللي فتحت السيره وانا من حقي اعرف اجابه السؤال ده اللي ما كانش عندي لقيتيه في الراجل اللي انت اتجوزتيه اوعي بقى تقولي نحن اخوات زي ما قلتي انا عايز اعرف ايه السبب الحقيقي احنا كان في بينا حاجه حكايه مش قاعده ولا اتنين احنا كنا ايام الجامعه تقريبا كل يوم مع بعض لمده سنه كامله لما جيت اتقدم لك قلت لي ان احنا اخوات كانش حب ما كنتش بحبك يا ايهاب هكلمك بمنتهى الصراحة احنا فعلا كنا قريبين من بعض في الجامعة جدا كنت بحاول اقنع نفسي ان انا بحبك لغاية ما ظهر دياب وحبيته غصب عني حبيته كنت عايز نعمل ايه؟ ها؟ اتجوزكم انتوا الاتنين؟ اتجوز اللي شك ان انا بحبه واللي بحبه فعلا؟ ليه ما قلتش الكلام ده وقتها ليه؟ لانك ما كنتش هتفهم ولا هتقدر ساعتها وانا قصدت ان علاقتي تفضل سنتين في السر مع دياب عشان ما اجرحكش عشان ما تقولش سابتني وارتبطت بواحد تاني وقلت خلاص هنبقى اخوات بس انت ما قدرتش تنسى ما عرفتش تنسى مع انه عادي والله العظيم عادي بتحصل وبعدين ما انت كمان حياتك ما وقفتش عليا اتجوزت وبقيت دكتور مهم ومراتك ست كويسة ويمكن كمان أحسن مني وعندك ولاد ربنا يخليهم لك يبقى ليه بقى؟ ليه ما نبقاش اخوات؟ ليه نعمل في بعض كده؟ ليه؟ اشتريتيني يا حنان سجدتيني ايوه سجدتيني من فضلك اتكلم معايا كويس زي ما بتكلم معاك تطلعي من جوزك ونتجوز وساعتها بقى انا هتنازل عن القضيه صعب قوي مش كده كلام مش منطقي انت حاسه دلوقتي انت مش مصدقه نفسك مش قادرة تنطقي ولا كلمة وشايفاني وقح ومجنون ومعنديش دم مش كده؟ هو ده نفس الإحساس لما كان بيجيلي حد من عندكم يطلب مني اتنازل عن حقي هو ده نفس الإحساس اللي انت حاساه دلوقتي صح بعد إذنك يا بنت عمي